توظيف 180 ألف عامل، الحكومة تعلن بياناً هام لهذه الفئات. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم جيمس جين، الرئيس الإقليمي لشركة لونجي الصينية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية. وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وأحمد زيادة المدير التقني للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بداية اللقاء رحب رئيس الوزراء بالرئيس الإقليمي لشركة لونجي معربا عن تقديره لنشاط الشركة الموسع حول العالم في مجال إنتاج الطاقة الشمسية وخلال اللقاء أعرب جيمس جين عن حرص شركته على الانخراط والمشاركة في تحول مصر الجاد إلى الطاقة المتجددة مستعرضا في هذا الإطار إمكانات لونجي الهائلة في هذا المجال، حيث أكد الرئيس الإقليمي أن الشركة لديها أنشطة في نحو 150 دولة، كما أنها تمتلك ست مراكز لوجستية عالمية لافتا إلى أن نشاط لونجي يتنوع ليشمل الخلايا الشمسيه ورقائق السيليكون وانتاج الهيدروجين ووحدات الخلايا الكهروضوئيه وغيرها، وأضاف ان شركة لونجي تعطي الاولويه دائما للابتكار العلمي والتكنولوجي. أشار ان انفاق الشركه على البحث والتطوير فقط عام 2022 مثل نحو واحد مليار دولار. في هذا الامر اعرب جيمس جين عن تطلع شركه لونجي الى الاستثمار في مصر اكد ان مصر تعد موقعا جاذبا في هذا الامر حيث تتمتع بموارد وفيره للطاقه الشمسيه نظرا لموقعها الجغرافي فضلا عما تمتلكه من امكانات وبيئه تمكينيه تؤهلها الانتاج وتصدير الطاقه المتجدده الى دول اوروبا والشرق الاوسط اشار زياده في عرضه إن هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات سيتطلب عالميا من 600 ل 800 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر، لافتاً إن مصر تستطيع إنتاج 100 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء التي تعد أحد منتجات الهيدروجين الأخضر